جيت على بنتي، راه بنتي عندها 36 عام وبوها مريض ليا فاتح، وانا تنخدم معاه في الديور وما عندي باش ناتيها والو، والو ما تصيب ما تاكل ما تصيب ما تصير ما تصيب ما ندير والو، ما كاينش عندي الكروسه، ما عنديش باش نشري لها الكروسه، كون عندي باش نشري لها الكروسه غنشري لها، ما عنديش باش نشري لها الكروسه، واش كندير؟ ما تنصيب كندير تنديها دوك، حتى سلبت باش جيتها، والله ما عاد سلبتها ولدي خمسه حتى باش جيتها، دفعت للجمعيات والو، دفعت لها كريمه داوها ليها اللي دفعت ليها ما داروش ليا، ها الوراق عندي دروك جايبهم معايا، هادشي اللي كاينه ولدي، ما خدمت عليها حتى حاجه، راه ربي مطالع، ضايعه بنتي بزاف ولكن ما استاجد. ايوا تنتمنى زعما يكون الفرج، ما ربنا عاد شي حاجه تولي تشد، انا دوك انا خدامه ولا اني واحد الساعه على حيدت، انا راه غتبقى مسكينه، ما تصيب لي ما تصيب ما تاكل ما تصيب ما تشرب. كنطلب الله الاشخاص السم المكفوفين، الاعاقات الحركيه، الاعاقات الذهنيه، راه حنا كنا خوت وكنعانيو كاملين، وكنطلبوا الله وكنطلبوا صاحب الجلاله محمد السادس نصره الله والناس ديال البرلمان انهم يشوفوا في حال الاشخاص في وضعيه اعاقه. كنطلبوا الخدمات تكون كامله متساويه، كنطلبوا الصحه، وكنطلبوا الطوبيس، عندنا فيه اشكاليات ولينا كنخلصوا فيه تران، ولينا كنخلصوا فيه الخدمه ما كاين والو، الاشخاص في وضعيه اعاقه يسعاو في الزنقه، ملي كيلقاونا عندنا اعاقه ما كيقبلوش لوناش في العمل ديالنا فقط لاننا عندنا اعاقه. راكم رائعين ان شاء الله تعالى. مني كنطلبوا المعينات الطبيه يعني ديال السمع كيبقاو غاديين بينا جايين بينا حشومه عليهم. الامر محزن بزاف، ما نقدروش نتزوجوا، ما عندنا اولاد، واللي مجوج ما عندوش باش يوكل وليداته. احنا راه نفس المعاناه كنعانيوها المعاقين كاملين، ومن حقنا اننا نعيشوا، اللي كيسمع واللي ما كيسمعش بحال بحال، كنا كنأديو العمل ديالنا. فين غنمشيو؟ العمل ديالنا منين غناكلو؟ كنعياو ونقلبو وما كاينش، اون فوا كيلقاونا عندنا اعاقه كيصيفطونا، واللي ما عندوش اعاقه كيدخل للعمل. كنتمناو اننا حتى حنا نتقبلوا، هادشي راه حشومه، راه حنا بحال بحال، كنا مواطنين. راه ما استفدناش من الدعم المباشر، راه عندنا الكرة، راه كاين اللي عنده الوليدات ما عندهمش ما ياكلوا، راه بزاف هادشي. راه قربنا نحماقوا. هاني عندكم عسلتكم قلوبنا ان شاء الله تعالى، هاني عندكم مرحبا بكم. شكرا يا هشام. اي مشكل ديالك؟ اي مشكل هنايا عاون الناس، انا عاون شي حاجه، انا عاون مروح امي بنيده بكوته، يومي ناخذ الدواء ندي امي وخويا هنايا، نعاون شي حاجه ما نخدم ما يزوجو الناس وينين، انا مروح ما يزوجو ناخذ وليه، انا خير عاجبني السادس، عاجبني السادس حنايا انا ادع انا كوشي انا كوشي انا عم بوا انا عندك تاكسيات انا خدو سفايا خدو تاكسيات خدو ممنوزة بكوشة انا يا انا ناخد تاكسي انا نخدم انا الناس يعونوا بيسوسو داخل وليد انا فلاح الوايدة انا ميمشي انا خدو في البهدة كي هيا ممنوزة بيسوسو دوالة الكوشي انا خير. السلام عليكم. جيت كما جاو جميع الاخوه الاخوات سال الرباط، وكنشكر الاخوه اللي جاو من مدن بعيده باش يساندونا وباش يدعمونا على المشاكل اللي ولينا كنتعرضوا عليها نتعرضوا لها، اللي هي مجانيه النقل الحضري. وحنا راه باغينا ماشي غير مجانيه النقل الحضري اللي باغي، راه بزاف ديال المطالب منا، من حشريه، منا بطاقه المعاق، وكنتمنى من الحكومه وكنتمنى من الحكومه وكنناشد الحكومه وكنناشد المسؤولين وبالاخص سيدنا صاحب الجلاله الملك محمد السادس باش يلقى حل لنا لهذه الفئه.
حنا ما بقينا باغيين ناشدو حتى شي واحد، حنا كناشدو سيدنا اللي هو محمد السادس ملكنا، والله يشافي لينا والله يخليه لينا. حنا ما بقى كيهمنا حتى شي مسؤول، اللي كيهمنا دابا هو سيدنا. سيدنا بغينا يتدخل لينا في هذا الموضوع هذا، وفي هذا التكرفس اللي ولينا مكرفسين، اللي هي مجانيه النقل الحضاري. راه ولينا مكرفسين، ولاو كيهبطونا يدونا المحاضر، ولاو كيبغوا يلوحونا من الحافله، ولاو كيطلبوا بينا في الحافله. هادشي راه حشومه وعيب وعار. كيفاش حنا في بلاد الحق والقانون والمعاق يخلص؟ كيفاش حنا في بلاد اللي تدير كاس العالم في 2030 المعاق يخلص؟ كيفاش البلاد تنظم كاس افريقيا والمعاق يخلص؟ راه حشومه وعيب. هاد المجانيه راه ابسط حق يتمتع به الشخص المعاق.